بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. في هذا الفيديو هذا غنشوفو لو كوبلاج في اس 7380 سورتي 24 فولت دي زوتوماس. يعني غنشوفو هنا واحد الفريق 24 فولت. هنايا اش عندي؟ عندي بوطون بارش بوطون مارش اري لو شاريو اغيتي لو شاريو اي اون ديبار. غنجيب 24 فولت هنا، غندير هنا البوطون بوسوار، وغندير لهنا لهاد هاد لادريس هادي 125.0 فانت فانت 125.0 ياك. غندير هنا ندير هنا، ومن هنا بتخرج هاديك سميتها الصوتي هي هادي 125.0 هي هادي. غتمشي لليد، تمشي للفوليوم هنا، قلنا هنا 24 فولت غنطري دون البوطون بوسوار، دخلت البوطون بوسوار، ومن دخلت هنايا لونطري 24 فولت، ومن هنا فهاد سميتها، ومن هنا خرجت من لادريس 125.0 125.0 مشات للفويون، و 0 فولت خدت من هنا من 0 فولت. هذه هي هادي 0 فولت، شتيها خدت من هنا. إذا وركت على بوطون بوسوار غتشعل الليد، غتشعل الفويون. هادو الديجيتال اوت، اوت 0 فوق 8 سيغ، هادو سيغ فوق 8، وهنا ديجيتال اوت اوت 1 لتحت السو. وما هادو يعني هنا كنجيب 24 فولت، كندخل البوطون بوسوار، والبوطون بوسوار كندير لهنا 24 فولت، والصوتي ديال 24 فولت هي 125.0 غتمشي للفوليوم، وها 0 فولت غتاخد من هنا اللي باش تشعل ليد، وهذه راه 0 فولت هاهي دخلت هنا، يعني تقدر تاخد لا من هنا. دابا ملي غتورك على بوطون بوسوار غتشعل لا ليد، غتطفى بوطون بوسوار الفوليوم غتطفى. هنا بوطون مارش اغي لو شاريو اي اغيتي لو شاريو اي ديبار، تبين لك الشاري بان لا الى وقف ولا ما دار ديبار. السلام عليكم. دونك هذا هو كيفاش كان مع سيمنز. السلام عليكم ورحمة الله.